السلام عليكم، انا امل صالح ودي قناتي للكروشيه. ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض شجره الكريسماس بسيطه وشيك وحلوه قوي قوي. يعني يا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا بامر الله. احنا هنستخدم مع بعض لونين خيط زي ما انتم شايفين، وهستخدم ابره مقاس 4. تمام، استخدمت خيط قرطبه في الخيط الاخضر اللي هو الخيط الاساسي، لازم الاخضر هو الخيط الاساسي طبعا. واستخدمت في الخيط الاحمر او الخيط الفرعي، استخدمت اللون الاحمر، استخدمت فوليا. ممكن طبعا تستخدموا اي حاجه انتوا عايزينها بقى. ممكن الاحمر ده يبقى ابيض، اوف وايت، بني، بيج. تمام، ممكن تعيشوا يعني زي ما انتوا عايزين. وده اللولي عشان التزيين. انا طبعا عملت دول هما 6 وحدات جراني باختلاف المقاسات، بس مقاسات ورا بعضها على طول. انا سبت مقاس واحد بس، نشتغله مع بعض. ده اول مقاس، بصوا هو سطر واحد اخضر والسطر اللي وراه احمر، اللي بعده سطرين اخضر والسطر اللي بعده احمر، المقاس اللي بعده 3 اخضر والرابع احمر، وهكذا كلهم كده. المقاس بقى اللي بعده اللي هو 4 اخضر والخامس يبقى احمر، ده انا هو ده اللي هنشتغله مع بعض. تمام كده، زي ما قلت لكم عملت 6 وحدات. عايزه تكبري اكتر بقى وتعمليها شجره عظيمه جميله كده، بتكبري في عدد المربعات بقى. تمام، يعني تعملي 10 مربعات، 12 مربع لو هتعمليها حاجة ضخمة جدا. يعني احنا هنبدأ هنا نعمل الدائرة السحرية، وهعمل سلسلتين. خلاص كده هعمل سلسلتين الارتفاع، وبعدين هندخل نعمل عمود بلفة. تمام، وكمان عمود بلفة، الحاجات البيزك قوي بتاعت الجراني. يعني ادي 1 2، ده الركن بتاعي. وبعد كده هعمل كمان 3 عمود بلفة. خلاص، ادي عمود، ادي التاني، ادي التالت. تمام كده، وبعد كده برضو هعمل الزاوية، ادي 2 سلسلة. خلاص، هكمل الاتنين بقى اللي فاضلين بعد كده. حابة اقول لكم ان انا دايما زي ما انتوا عارفين اللي متابعني عارف ان انا بحب اعمل الارتفاع سلسلتين، لو الارتفاع العادي او في السطور العادية. تمام، لكن هنا هنستخدم في مرة الارتفاع سلسلتين، وفي مرة هيبقى الارتفاع 3، وهوضح لكم ايه السبب وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. تمام، اعمل سلسلتين وهقوم جاية قافلة اهو. خلاص كده، وادي منزلقة، وناخد غرزة كمان. لما باخد غرزة كمان واقطع الخيط، خلاص كده انا كده بشد الخيط بتاع البداية. لما اقطع الخيط كده يبقى انا عملت اول مكعب او اول مربع جراني عندي. تمام، لما اعمل الدور التاني اللي بعده واقطع يبقى تاني مربع، وهكذا. خلاص، هنا بقى بصوا انا هرتفع من اول التلات عواميد، من بداية التلات عواميد، فهرتفع 3 سلسلة، وهاخد كمان سلسلة اللي هي الفرق بين الوحدتين. يبقى لما برتفع من اول التلات سلاسل باخد التلات عواميد، باخد 3 سلسلة والسلسلة بتاعت الفرق. خلاص، وبعدين بقوم جاية داخلة في الزاوية اللي بعدها. بصوا، ناخد الخيط ده معاها بقى، بيكون احسن في التنظيف قوي يعني. تمام، اخد اعمل ادي عمود، التاني، التالت. خلاص، طبعا بدل في نفس الزاويه يبقى بعمل المجموعتين وبينهم فرق سلاسل اهو. ادي 3 عواميد وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان 3 عمود بلفه. تمام كده، وبعدين هعمل سلسله فرق. خلاص، ادي كده الركن اهو، هاخد سلسلة وهدخل في الركن اللي بعده على طول. بصوا دي معايا ازاي، طول ما هي طايلة ان هي تبقى معايا فده شيء جميل، دخليها معاكي في الشغل. خلاص كده اهو، ادي 1 2 3. تمام، بالطريقة دي 2 سلسلة. يبقى السطر التاني ده عبارة ان انت بتعملي زوايا، لان كل الشغل في الاركان، فانت كده بتعملي زوايا اهو. ادي عملنا الزاويه اللي فاتت، واللي بعدها على طول في الشغل ادي سلسله، هندخل في الزاويه اللي بعدها. فاهميني اهو، الاتنين دول ادي عملنا واحده، هنعمل الثالثه. تمام، وبرده لما الدور التاني ده يخلص
خلاص، ونقطع الخيط كده، عملنا الوحدة اللي بعدها. يعني الفكرة انك لازم تبقي سايبة بين الـ كل يعني كل درجة واللي بعدها سطر سطر سطر، فاهميني؟ او على الاقل تبقى النسب متساوية، يعني هتسيبي سطرين يبقى تسيبي، يبقى تعملي 2 4 6 8 كده يعني، خلاص على حسب بقى. بصوا احنا جينا اهو عند السطر العمود اللي احنا بدأناه او الارتفاع، هدخل اعمل ادي 1 2 وهقوم جاية عد 1 2 3 ادخل في السلسلة الايه التالتة. تمام كده، تمام. بصوا ادي المربع الجرانين برضو زي ما قلت لكم، لو قطعت الخيط هنا يبقى انا كده اهو عملت الوحدة الدانية دي معايا. خلاص كده هنبدأ بقى نعمل السطر التالت. احنا بقى اهو هنبدأه من اخر التلات عواميد اهو، 1 2 3 من اخر التلات عواميد، فهرتفع سلسلتين. تمام كده، وهدخل في الفراغ بقى اكمل اعمل ادي التاني ادي التالت. تمام، الطريقة دي تحفة وبتطلع معاكي الشغل مظبوط قوي، مفيش فراغات، يعني نادر ما حد هيعرف ياخد باله من الشغل بتاعك. خلاص كده اهو تمام. يبقى لما ببدأ من التلاتة بعمل الارتفاع التلاتة والسلسلة اللي هي الفرق بينهم اهو. بصي ده الشغل، ده الشغل بالطريقة اللي بقولك عليها. بصي ما يتهيأليش ان انت واخدة بالك من الفرق اصلا، شايفة؟ طريقة رائعة حقيقي يعني. تمام اهو شكلها جميل جدا يعني، مش باين فيها بداية من نهاية. بعد كده بعمل سلسلة وبدخل في الزاوية. تمام، وهعمل نفس الحوار، 3 عمود بلفة ماشي كده، وبعدين 2 سلسلة وبعدها 3 عمود بلفة، نفس النظام بتاع كل دور. خلاص كده نعمل سلسلة، ندخل بقى في الفراغ اللي بعدهم. تمام، ايه نفس النظام، لما نخلص ده يبقى كده الوحدة اللي ايه اللي بعدها ماشي. فانا كده هعمل سطرين، انا هعمل سطرين بقى ايه وارجع، لان هي دي الوحدة اللي ناقصه. خلصناها تمام، خلصناها، بقص الخيط وبسحبه كده، وهبدأ اشتغل السطر الاخير ده بالخيط الاحمر بقى كده، ما عدناش عايزين الاخضر خالص، هنشتغل بالخيط الاحمر. تمام، انا كمان لابسه احمر اهو عشان يعني راس السنه وعشان نعمل ماتشنج مع الشغل. هنبدا يعني بقى هنجيب الخيط الاحمر. انا ما بحبش اقعده، بس عشان انتوا ممكن لو حد لسه مبتدئ، لان هي سهله جدا للمبتدئين، ممكن هتعقديها. بتدخلي الابره اهي تمام، وبتشدي الخيط. خلاص كده، سوري الخيط اتعمل اهو، بتدخلي الابره وبتسحبي الخيط تمام كده، وتقومي جايه شده اهو تمام كده، تقومي جايه بقى شاده الخيط او الابره، يعني هتسحبي الابره، هتسحبي الخيط من على الابره كده، وتبداي تعملي بقى الارتفاع 1 2. وهنشتغل في الكورنر يعني سطر كمان زي السطور اللي فاتت، بس الفكره ان هو باللون الاحمر، وزي ما قلت لك بقى اللون ده عيشي فيه بقى. ممكن كمان تعملي قطيفة، ممكن تعملي رمش عين هيبقى واو. يعني اللون الفرعي ده بدعي فيه بقى. تمام كده اهو، خلاص عملنا 3 سلسلتين 3 ماشي. هعمل سلسلة وادخل في اللي بعدها 3 عمود بلفة وايه وهكذا. سلسلة كمان، اخد بقى الخيط الاخضر معايا طبعا وانا شغالة. اهم حاجة على حق يعني، حاولي على قد ما تقدري انك تنظفي طول ما انتي ماشية. تمام بالطريقة دي هنخلصه بقى ونرجع عشان نشوف هنقفل ازاي او نبدأ بقى نثبت الشغل. تمام، ادي اهو كده الاحمر هنقفل. على فكرة الشجرة دي مبهجة جدا بجد، وبنتي فرحت بيها جدا لما خلصت، وشكلها جميل يعني، حلو قوي وسهل على فكرة. يعني ممكن كمان هما بقى يعملوا معاكي الخطوات اللي جاية دي. تمام، احنا خلصناها كده، هنبدأ ان احنا هنعمل هننظف. تمام، الحتة الخيط الاحمر اللي متاخد مع الخيط ده هنقطعه عادي. تمام،
وبعد كده الخيط اللي فاضل ده هناخده ما بين العواميد كده، هو كمان بالطريقة دي، سواء بقى بإبرة التنظيف سواء بالإبرة اللي معاكي مفيش مشكلة. خلاص اهو ماشي، بين في خيطة زيادة جت على الإبرة، تمام. هنشدها كده بالراحة، نشد الخيطة الأساسية بتاعتنا، تمام اهو، ونشدها كده عشان تبقى ايه، ما تبقاش داخله جوه ولا حاجه، وهنقطع الخيط الزياده وهكذا. بنظبط باقي الوحدات تمام، عشان عايزينها تبقى نظيفه جدا. الخيط الاخضر ده هنقصه عادي لان احنا واخدينه معانا في كذا يعني شغل، خلاص فمتثبت تمام. وشفتوا بقى الخيط اللي احنا خدناه معانا واحنا شغالين اللي هو الاخضر بتاع البدايه، مش باقي منه حاجه اصلا، وكمان لو تاخدوا بالكم مش واضح اصلا فين البدايه والنهايه، تمام. ودي بتبقى حاجة حلوة جدا في الشغل. احنا دلوقتي بقى بدأنا اهو، عملنا كده. طيب عايزين نبدأ ان احنا نعمل نشوف الشكل النهائي بيطلع معانا ازاي. احنا عندنا المربع اهو، والمفروض ان احنا عندنا اللولي تمام، ومسدس الشمع هتبقي حاطاه يعني ان هو يسخن شوية. خلاص هنجيب كده اول مربع تمام، معلش سوري، هنجيب اول مربع ونحطه، هنتنيه من تحت كده، هناخد التانية من تحت على فوق، خلاص كده اهو ماشي. هنجيب مسدس الشمع، هنحط الشمع في النص كده تمام، ونقوم جايين قافلين عليه. معلش انا يعني انا هعمل لكم كذا واحد عموما يعني، ماشي اهو. انا حطيتها بس قفلت عليها مش اكتر، وبعدين بحط الشمع خلاص، وهحط عليها الالماظه دي او اللولي دي، واقوم جايه متكيه تمام بالطريقه دي. هعمل معاكم واحده كمان، خلاص احنا كده خلصنا دي ماشي. هعمل معاكم واحدة كمان، هنحط في النص خلاص، ونقوم جايين اهو قافلين عليها كده، نحط حاجة بسيطة في النص، وبعدين بقى هنكمل. بصوا هي الشمع باين من النص اهو من عند الركن، فبنزود بقى عليها سنة عشان تحطي اللولي فتعرفي تكي، لكن لو اتكيتي كده الشمع هيلسعك، فهي فرصة ان احنا بنقفل الاتنين مع بعض اهو بالطريقة دي تمام كده. وبتحاولي يعني انك تنضفي اللي هي الخيوط الرفيعة اللي بتبقى باقية من الشمع دي، وهكذا بنعمل الـ الست وحدات اللي معانا او ان كان عدد الوحدات بنعمله بالطريقة دي اهو. دي كمان اخر مرة معانا، اهي اخر واحدة اهو، احطه في النص اقفلها كده بالراحة، وبعدين اقوم جاية حاطة في النص تاني واتكة بقى، احط اللولي واتك اهو، سهله جدا. ممكن بقى بدل الخرز ده او اللولي ده تحطي في يونكة ستان صغنونه النجمه، يعني تبدعي بقى في اللي انت عايزاه بقى. نكملهم كلهم بنفس الطريقه. خلاص وصلنا لاخر واحده واكبر واحده، عايزه اوريكم بقى الفكره منها ايه. احنا اهي حاطينها، هنجيب دي اكبر واحده، نبدا بقى نثبت من الكبير للصغير تمام. دي اكبر مقاس، بحط اللي بقى اللي فوقيها كده هتتثبت كده تمام، وبعدين هجيب المقاس الاصغر احطه فوقيها وهكذا ماشي. هنبدا بقى ان احنا هنثبت الشمع في المكان ده خلاص اهو بالطريقه. طبعا التثبيت عايزاه بالشمع تمام، عايزاه ان انت تخيطيه براحتك، بس ايه، انا ما بحبسش الشمع للحاجه اللي بتتلبس تمام، هتتلبس وتتغسل والكلام ده، فبقول لا الواحد يثبتها بخياطة احسن. لكن طالما دي هتتحط ديكور، فيعني لما تتغسل فين وفين، وكمان يبقى غسلها بالايد بقى، يعني نراعي ان هي لو مثبتينها بالشمع تمام بالايد، وكده كده الصوف اصلا يعني اذا ما كانتش الغسالة بتاعتك ليها برنامج له فتغسلها على ايدك تمام، بانك بتضغطي بس. طبعا بنراعي احنا حاطينه فين يعني يبقوا مظبوطين كده قصاد بعض. ادي كده التانية ماشي، هناخد هنعمل الالوان مبهجة جدا وحلوة قوي بجد.
خصوصا انا حاسه ان الاخضر ده اخضر قوي يعني. تمام، بنثبت برضو من ورا هنا كده. ماشي بالطريقه دي اهو، وبنجيب المقاس الاصغر هنحطه برضو فوق كده، ونقوم جايين مثبتين بنفس الطريقه خلاص، من النص من هنا ومن الجانب ومن الجانب. تمام، احنا عاملين كل التفاصيل اهو عشان يعني تبقى حاجة سهلة وواضحة وكله تمام. تمام كده، وهنكمل ان احنا زي ما قلنا هنلزقها من الجنبين. ماشي، انا بقول لك بقى ممكن اولادك يقعدوا معاكي في الحته دي مثلا، يناولوكي بقى الخرز، تحسسيهم ان هما بيعملوا معاكي كده وبتاع. تمام، كسنه جديده يا جماعه يعني. تمام اهي، ده من ورا ودي من قدام. خلاص هكمل باقي الشغل اهي، خلصناها. عايزه اقول لكم شكلها جميله قوي خلاص. وكمان ممكن تنطوري عليها يعني، انا حابه اوريها لكم بالطول اهو، بصوا شكلها حلو قوي. ممكن تنطوري عليها مثلا ستراس صغير كده، إيه خرز من نفس النوع ده بس الصغنون، على اساس يدي الطابع بتاع التلج وكده. يعني افكار كتيره. لسه بقى هنعمل القاع من هنا الجذع يعني، وهنعمل العليقه بتاعتها. الجذع له افكار كتير، ممكن تجيبي عودين قرفه تلزقيهم وتحطيهم فيها من تحت، ممكن تجيبي جذع شجر حقيقي تمام وتقومي جايه مثبته فيها لو عايزه تديها طابع طبيعي شويه. انا هنا هنعمل الاول الدلايه اللي من فوق دي، يعني هتشتغلي عدد سلاسل ما طبعا على حسب نوع الخيط. انا هنا اشتغلت حوالي 30 سلسله تقريبا خلاص، اللي هم حوالي 20-25 سنتي يعني، المهم معاكي السنتيمتر يعني، ولو عايزة تقلليهم عن كده مفيش مشكلة. تمام، يعني دول حسيتهم صغننين فزودت شوية، بس زي ما بقولك لو عايزة تقللي عن كده تمام، اللي يريحك يعني. اهو هزود كمان 5 كده ولا حاجة بس، ونقطع بقى الخيط. ماشي، وهشد الخيط واشد جامد كده، وهقوم جاية ربطة الطرفين مع بعض. ليه اربط الطرفين مع بعض؟ انا مش عايزة بعد ما اثبتها في الشجرة من فوق تبقى مكلكعة يعني، انا مش عايزة التثبيت من السلاسل اللي انا اشتغلتها دي، هتفهموا قصدي لما تشوفوني وانا بثبت الخيط ده في الشجرة. انا اهو عملتها 2، وهشد بقى من اليمة التانية اهو، بصوا بياخد راحته شوية اهو. تمام، لحد ما العقدتين كده خدوا راحتهم تمام او جمدوا قوي يعني. وهنقوم جايين اهو خلاص كده. تمام، نقوم جايين بقى قاطعين الايه، قاطعين الاتنين الكبار دول او الخيط الباقي ده. تمام بالطريقة دي. وهنيجي بقى نثبته ازاي؟ هجيب البداية من فوق اهو، بصوا هشدها من هنا، دخلت الابرة وهشدها اهو، وهم جاي مدخلة صوابعي من ما بين اهو. تمام، تاني اهم الاتنين اهم، هدخل صابعي من هنا وادخل دي من هنا بس كده. بصوا بقى وانا جاية اعملها اهو، الخيط الرفيع هو اللي فضل اهو. تمام بالظبط كده، فبقى عامل اريحيه موت ومدي شكل احلى اهو، فهمتوني؟ فكده بقى شكله احلى. زي ما قلت لكم لو عايزين تقصروها عن كده مفيش مشكله خلاص كده. وممكن برضو تعملوها بحته ستان وتحطوا فيونكه فيها. هنعمل بقى الجزء اللي تحت، انا حبيت اجيب الخيط ده، الميكس بتاعه عجبني قوي لان مش حباها تبقى بني بس، لان جذع الشجره بيبقى الوان مختلفه، فهو فيه الابيض والهافون كده والبني، فحسيته حلو قوي. هبتدي هعمل البدايه السحريه تمام، اللي انا كنت منزلها في الفيديو قبل كده، هنزلها لكم في صندوق الوصف. تمام، بعمل حوالي 4 بالطول اللي انت عايزاه يعني، اهو ادي 1 2 3، وادي كمان واحده، ادي كده عملت 2، هنعمل كمان واحدة. تمام،
وكمان واحدة، ادي كده دي اخر واحدة. خلاص كده لما هخلصها اهو، بصوا هي حلوة قوي يعني، يا دوب الطول ده جميل. هعمل سلسلتين وبعدين هدخل اشتغل في كل فراغ 3 عواميد زي ما احنا متعودين اهو، الفراغ اللي بعده 3 عمود وهكذا لحد ما نوصل للاخر. تمام، عايزه تشتغليها بالعواميد العاديه مفيش اي مشكله، هي دي كلها خيارات متاحه ان هي تديكي شكل الجزء. عايزه تشتغليها اسطوانيه، بس دي ممكن تكون متعبه شويه ليكي، عايزه تشتغليها اسطوانيه او تبقى عريضه شويه وبعدين تخيطيها وتقومي جايه حشياها فايبر عشان تبقى جزء مدور، تمام. يعني انا عماله اديكي في اقتراحات او في افكار من باب التغيير يعني. تمام اهو، ادي اخر عمود، اخر واحدة يعني اهو اخر عمود، وبعدين بنحط بقى اخر عمود في بداية سلسلة البداية اللي كانت في الاول خالص. طيب بعد ما خلصناه كده اهو ماشي، علشان ندي نفس التعرجات اللي في اليمة التانية دي، هنعمل هنلف ونعمل ادي سلسلة التانية، تمام ادي التالتة. بعد 3 عواميد هقوم جاية داخلة عاملة تمام منزلقة، خلاص 1 2 3، بعد 3 عواميد هدخل اعمل منزلقة، تمام 1 2 3 منزلقة، ومعانا اخر تكرار. تمام بس ندخل بقى وايه، وخلصنا كده. نقطع الخيط ونثبته معانا، هندخله بين الخيوط اهو. بصوا بقت مدية التعرجات من اليمتين اهو، هدخله كده بالطريقة دي تمام. كده عايزة اقول لكم ان هو شبك في خيط وانا بشده، تمام الخيط الاورنج ده خلاص اهو. المهم ان احنا هنشد الشغل وهيرجع مكانه، هنقص بقى الزيادة، بس طبعا ناخد بالنا عشان ما نقصش اللي شبك معانا، تمام. وهنبدأ بقى ان احنا نظبطهم، تمام كده اهو، ونشده من هنا ومن هنا. الخيط التاني ده مش مهم لان احنا هنلزقه يعني، فمش هيبقى فارق معانا، احنا هنقص منه حتة صغنونة كده وبعدين هنثبت الباقي بالشمع اهو. تمام معايا اهو، نجيب مسدس الشمع وهنقلب طبعا الشجرة عشان هنثبتها من الجهة الخلفية، تمام اهو. نحاول طبعا ان هو يكون في النص، تمام بالطريقة دي كده خلاص. دي كانت اهي ثبتناها، لما هنقلب هنلاقي شكلها حلو جدا، وبتاين شفتوها في الصور حلوة قوي يعني. كده احنا خلصنا، اتمنى يا رب يكون الشغل عجبكم، ولو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتعليقاتكم، انا هستنيها ان شاء الله.